السكر أستاذ جامعي في جامعة بغداد. أنا هنا من 4 سنوات دخلت في عالم البزنس من خلال الاستثمار في العقارات، وعملت شركة وعملت بارتنرشيب مشاركة مع الأخ العزيز حميد سليمان أغلو، وشركتنا رائدة في عالم العقارات هنا في تركيا وفي خارج تركيا البلدان العربية إضافة إلى أوروبا بشكل عام. حقيقة دخلنا عالم البزنس وكان لي الكثير من الاستثمارات هنا، الاستثمارات الكبيرة، وحقيقة نأمل ونتمنى في المستقبل القريب والبعيد أن نكون رقم صعب في عالم العقارات في تركيا البلد الجميل، وأتمنى أن نكون نوفق في هذا المجال. آدم 34، الثقة كلها تحملها في هذا الاسم الكبير، ثقوا بنا وسنكون قد هذه الثقة. آدم 34. آدم أتوز دورت أملاك هب كازان درر.